دونك غنعطي الاخت اللي طلبات لي 4 بغيت نعطيها واحد المسكينه بقات فيا قالت عندها بزاف فعلا كميه كثيره بغات يعني شنو ممكن بغات دونك هو تيمشي باش نعطيها فكره هو تيمشي بزاف مع الحوت مع الحوت مع الحوت تيمشي بزاف دايا غنعطيها واحد الميرلون غتشد الميرلون ديك الغليظه اولا اي حوت بغات باجو ولا هذا سميتو تتشدها تتفلحها كيف تنديروا الطريقه ديالنا العاديه تاع الحوت وتنديروا لها المارينات ديالها ف 50 غرام ديال الزبده ذايبه شويه تاع زيت العود شويه ديال الفيمي دو بواسون داك هذا سميتو العطريه ديال الحوت ولا هذا سميتو اولا دير داك البويون مرق ديال الحوت المرق تاع الحوت وشويه تاع الزعفران الحر والملحه والابزار وهذا سميتو تشدها ولي كابر حتى ثلاث معلقات خمسه معلقات ديال لي كابر والمعدنوس يكون ما مقطعش يكون ورادي يكون المعدنوس وردات دونك غنشدو هاد المارينات كلها غنخلطوها وغنمارينيو بها الحوت من الداخل ومن الخارج ونشدو لي كابر ونخشيوهم في دوك الفليحات ديال الحوت اللي فلحنا ونخشيوها في الفران طيب بعدي تاهي تنقدموها مع ديك لاصوص اللي عطيتكم ديال كنتاكي نفس لاصوص تنزيدو فيها الكابر تنزيدو فيها لي كابر وتتقدم